المعهد الوطني المتخصص في التكوين الذي يتسع إلى 300 مقعد بيداغوجي مجهز بكل المرافق الضرورية إضافة نوعية للقطاع بولاية الوادي كان محل معاينة من قبل الوزير الأول عبد الملك سلالة، أين أكد على ضرورة رفع إمكانية التكوين في النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تكون مصدرا بديلا للدخل الاقتصادي. لازم تروح تنتج الفلاحة. روح يعطوك أرض ويعطوك قرض وتكل على ربي. احنا كوناك باش دير هكذا باش نوسعوا الانتاج في البلاد. دوك حنا درنا المعهد هذا باش نكونوا الشباب باش يلقاو مباشره منصب الشغل تاعهم ويشاركوا في الانتاج الوطني بصفه عامه. هذا هو الشيء اللي احنا باش نسجعوه. دوك كل واحد كل شاب يخلق لا ميكرو انتربريز تاعو. نعم. يجيب السلفيه تاعو تاع لونساج. نعم. فهمتني؟ نعم. ويدخل في هذا المجمع. مجمع نعم. وتكون كوبيراتيف ولا سوسيتي سيفيل كلهم يدخلوا في الكابيتال فيها. نعم. هكا لازم تنظموها. نعم. عبد الملك سلال وخلال تفقده للمنشأة أبرز أهمية الاستحقاقات القادمة داعيا إلى المشاركة بقوة يوم الرابع مايو.